اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.